انا اسمح لي اسماعيل حلمي اسماعيل. عايش في القاهره. الحمد لله يعني من اهم هواياتي القراءه، لاني مقتنع ان كما ان الغذاء كما ان الطعام هو غذاء البطون، فاكيد القرايه هي غذاء العقول، وهي السبيل او الطريق الوحيد للمعرفه لا شك. فانا دي من اهم هواياتي اللي بعملها. انا الحمد لله بفضل الله كنت متميز من صغري، اللي ساعدني على ده عوامل كتير، من ضمنها ان اهلي الحمد لله كانوا يعني على وعي بشخصيتي الكفيف، وان الكفيف زي ما في ناس كتير فاكره هو ما هو الا قطعه لحم يعني، او قطعه عظم وكساب لحم خلصنا من كده يعني. للاسف في ناس فهم كانوا واعيين جدا باهميه دور الكفيف ودوري انا ككفيف منهم يعني في الحياه، وحطوا فيا وزرعوا فيا التفوق وحب العلم من صغري. بالنسبه لان انا تعليم عام، انا شايف ان ده افضل من ربنا الازهري، لان للاسف المكفوفين في الازهر في مشاكل كتير قدامهم، نهر الكتب مثلا مفيش كتب رايد ليهم، في بيحرموا من هم بيعملوهم اعفاء من الرياضه مثلا او الاعدادي مثلا، يعني فرصتهم اقل في ان هم يخشوا كليه خارج نطاق العلوم الشرعيه، يعني حاجات كده كتير. انا خدت دروس خصوصيه يعني، لكن خدت حتى في كل المواد، ما روحتش المدرسه حوالي 6 ايام في ايام متفرقه كمان يعني، ما كانوش ايام مجمعه كده على بعضها بس يعني. لكن هي الدروس فكرتها بس ان هي ساعدتني في ان انا نظم الدنيا اكتر. ده متذم في مدرسين مدرستي، بالعكس مدرسين مدرستي يعني، انا من الناس اللي دايما بقول ان مدرسين طه حسين مدرستي يعني طه حسين، لا بجد افاضل جدا يعني. انا مقتنع دايما ان كل واحد ليه طريقته، لكن في حاجات عامه انا بقول يعني بنصح الطلبه وبنصحهم والله، مش يعني منطلق يعني انا اتعالى عليهم، لا يعني نصيحه الند بالند يعني وكده مش اكتر، ان هم دايما ينظموا الوقت بتاعهم، دايما يدوا للماده حقها، حق الماده بتعرف ان انت تطلع حقها من استيعابك انت ومن شغلك في الامتحانات ومن يعني حاجات كتير من ضمنها دي. تمام. اما في مواد بقى بتبقى غلسه يعني، انا بالنسبه لي المواد اللي هي كانت رخمه فعلا تاريخ مثلا، ماده رخمه جدا يعني، مع اني كان يعني هي ماده كماده يعني رخمه، مع اني انا كان معايا طبعا مدرس شاطر جدا يعني ربنا يكرمه مستر احمد مصطفى، لكن هي الفكره في الماده نفسها كم كبير ومعظمه حفظ وحاجات كده، فكنت دايما بستعين بالكتابه. الجزئيه اللي مش عارف ان انا احفظها وهي شافها وكده يعني، وانا برددها دايما بكتبها. انت كنت بتكتبها ازاي بقى؟ يعني انا عايز اعرف انت كنت بتستخدم الكتابه ازاي بقى؟ هو طبعا في كذا طريقه للادوات ذات نفسها، كذا اداه للكتابه اللي هي الطريقه واحده اللي هي طريقه برايل. لكن انا كنت معتمد في المقام الاول على المكتبه، طبعا المكتبه اللي هي مكتبه صغنطوطه كده. كنت بكتب عليها، لان الاله اللي هي قدامنا دلوقتي ديت كان معظم السنه بايظه وحاجات كده يعني، حصل حاجات غريبه فيها وكده يعني، بس الحمد لله ربنا سهل يعني. المكتبه دي طبعا مشكلتها ان هي في الكتابه بتتعب وبتاخد وقت وكده. انا بقى الاله ديت انا هعرض دلوقتي اللي شايفني الاله ديت معايا. الآلة ديت فكرة في ان هي سريعة، من بكتب على الزراير اللي قدامنا ديت. طبعا احنا عارفين طريقة برايل هي كل حرف او هي مكونة من 6 نقط، اولى تانية تالتة رابعة خمسة ستة، كل نقط اللي انا قلتها دي بتشكل حرف يعني، نقطة اولى الف، نقطة اولى تانية ب. تمام. مثلا نجيب مثلا من الاخر يعني قدام شوية زي مثلا اولى تالتة خمسة، الحاجات دي بتتحفظ. تمام. وبتتدرب عليها بقى في البدايه خالص يعني، اي حد اتعلم برايل. فانا كنت بكتب اي ورقه احطها كده كده، حطينا الورقه تمام، وادي الزراير قدامي، بكتب بقى على حسب الحروف اللي انا عايزها،
بكتب على حسب الكلمه كلمات اللي انا عايزها، بعرف بقى الحروف والحرف دوت بقى انا خلاص يعني البرايل معايا بقى له كتير، ببقى عارف كل حرف بقى النقط بتاعته. يعني اكتب مثلا محمود كده، كتبت محمود. لو الكاميرا تعرف تجيب لنا كلمه محمود هنا اهي، كلام البارز. بس دي كانت بتساعد جدا في الوقت، بس انا زي ما قلت يعني ما استخدمتهاش كتير في الثانويه العامه لانها للاسف كانت بايظه معظم الوقت. الثانويه العامه يعني مشكله الثانويه العامه ان هي مشكله، ان هي اصلا مش مشكله، يعني المجتمع عامل مشكله، وهي مش مشكله والله، هي سنه زي اي سنه مشكله، بس ان الدراسه فيها بتبقى مكثفه، بدل ما بتدرس مواد مقسمه لا بتدرسهم على بعضهم، الفتره بتتضاعف، بدل ما بتمتحن مرتين بتمتحن مره، يعني حاجات كده. لكن هي مش مشكله، انا بالنسبه لي الثانويه العامه كانت مشكله كبيره جدا، لان كان فيها عوائق قدامي، ان انا في القسم اللي انا فيه القسم الادبي مش بحب المواد الادبيه. المواد الادبيه بالنسبه لي كانت مش ميولي اصلا، كان نفسي اخش علم علوم، بس ملناش علم علوم. فانا يعني دي واحده من المشكلات اللي واجهتني في الثانويه العامه، وانا يعني اللهم لا فخر بفضل الله وبنعمته ومنته، يعني اول جمهوريه في حاجه انا مش بحبها، وده انجاز، ده انجاز حقيقي، لان حاجه مش بحبها وبفضل الله تفوقت فيها على اكيد ناس كتير بيحبوها، فمؤكد ان الحاجه اللي بحبها اللي هدرسها بعد كده هتكون اكثر تفوقا فيها ان شاء الله.